الحديث عن تطورات التظاهرات في العراق ينضم إلينا الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية أستاذ قصي المعتصم عبر الهاتف من لندن. أهلا بكم أستاذ قصي. أهلا وسهلا بك. تواصل تظاهرات في الجنوب واستدعوات لتصعيدها واستمرار الاعتصامات، كيف ترى هذا الإصرار، إصرار المتظاهرين على الاستمرار في حراكهم السلمي؟ تحية لك ولجمهور قناة الطرفين الأفاضل. بدءا دعينا نتحدث بصراحة لكون الوطن لا يتحمل المجاملة وهذه الدماء التي تذهب مضحية من أجل الحصول على الحرية والاستقلال. لابد أن نتحدث بكل صراحة ووضوح. القضية الآن مهما زادت هذه التظاهرات وما زادت هذه الاحتجاجات، يبقى هناك ما يمكن أن ينهيها في أي وقت. هذه الحكومة التي شعر المواطن كما تفضلتم من أن بدأ يعي أن الوطن سيضيع، هذا الوطن الذي سيضيع إعادته واستقلال العراق لا يعاد بالمظاهرات ولا يعاد بالشعارات تحت سلطة إرهابية قتلة ومجرمين وميليشيات قادرة على أن تسحق هذه التظاهرات في أي وقت. لابد أن نفهم الحالة الحقيقية للعراق الموجودة الآن والتظاهرات الموجودة. يعني هناك مثلا إيران لن تسمح بتغيير النظام وبناء دولة مواطنة تنهض بالاقتصاد والزراعة والعلوم وبناء سوي الإنسان. أمريكا لن ترضى بنظام وطني يستغل ثروات العراق للبناء وتطور العلم والتكنولوجيا كما حصل في السابق. ما لم تكن هناك قوة مقاومة مسلحة لا يمكن تغيير هذه العملية السياسية، لأن من جاء بها تخدم مصالحها. نعم. وهناك خطوط حمراء. نعم. إذا سمحتي لي فكرة يعني حتى تكون واضحة للمواطن ولا ينجر باتجاهات غير محسوبة، ولا بد أن يعني يعيد النظر في هذا السياق. في هذا السياق وبالحديث عن المواطنين والحديث عن هذه التظاهرات، تم تداول بعض الأنباء عن توجه المتظاهرين إلى الحقول النفطية. إلى أي مدى برأيكم يمكن أن يضغط أو أن تضغط هذه الخطوة على الحكومة لتنفيذ مطالب المتظاهرين التي ارتقت من مطالب اجتماعية إلى مطالب سياسية الآن؟ يعني سأفاجئك بالرد يمكن قد لا تتوقعي. يعني هذه الحكومة مستعدة أن تقتل ملايين من أجل أن تبقى، لا يهمها لا مكون ولا دين ولا قومية ولا شيء آخر. هؤلاء جيء بهم مجرمين قتلة إرهابيين شكلوا مافيا تسمى دولة. هذه ليست دولة، هؤلاء ليسوا رجال دولة، هؤلاء لا يهمهم من يقتل من الشعب العراقي طوال 15 عام. الكل يعلم في كل يوم يقتل المئات. هؤلاء جيء بهم لتدمير العراق. لابد من أن يفكر المواطن العراقي بطريقة ما يستطيع أن ينتزع حقوقه. ما يحصل اليوم سيدفعون ثمن، مثل ما حصل في 2008 كانت هناك مطالب نفسها في البصرة، في 2010 كانت هناك في بغداد واستحاله التحرير، وفي 2013 كانت هناك مطالب أيضا في الأنبار وفي الحويجة، في 2016 دخلوا إلى البرلمان. ما دام الأمر سلميا ولا يستند إلى قوة مقاومة مسلحة قادرة على التأثير وفرض الإرادة، لا يمكن أن تتأثر هذه الحكومة. هذه الحكومة اليوم تسيطر عليها الميليشيات ومنها إيران فوق الكل. إيران مستعدة أن تدخل وتسحق الشعب العراقي كله ما دام المجتمع الدولي صامت والولايات المتحدة صامتة. لاحظي الآن هذه التظاهرات لا يتحدث عنها أي دولة وأي إذاعة في الخارج. هذا الامر هذا يعني ان هناك ترتيب باستمرار هذا الوضع كما هو. اذا لابد ان تكون هناك حلول اخرى. هل هذه الحلول ربما من بينها ما تطرحه حكومة العبادي من تقديم المزيد من الوعود للإصلاح والقضاء على الفساد في العراق؟ يعني هل هذا النوع من الحلول هو الذي يسكت المتظاهرين ويخمد هذه الثورة برايكم؟ أبدا. هذا سيحاولون أن يمتصون غضب الجماهير من خلال يعني فرص بسيطة للعمل وخدمات بسيطة، ولكن يا سيدتي الفاضلة الانحدار والانهيار في بنى الدولة بالكامل مستمر.
يعني المواطن العراقي بدأ يدرك ذلك، بدأ يدرك أن المستقبل أصبح مظلم أكثر مما كان عليه في السابق، ولكن ليست بيده قدرة التغيير. هذه التظاهرات مع احتزازنا بها وهو الطريق الصحيح لأي دولة في أن تنال حقوقها، لكن دولتنا غير شيء آخر. وضعنا إحنا يحتاج إلى إرادة أخرى ويحتاج إلى تصرف آخر. أشكرك جزيل الشكر قصي المعتصم الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية، كنت معنا عبر الهاتف من لندن.